أكو مثل يقول أن تزرع حديقة بما معنى أنك تؤمن بالغد، وإحنا من أكثر الشعوب اللي تؤمن بباكر أجمل، كون إحنا الشعب العراقي هو أول الحضارات الزراعية. بالآونة الأخيرة شفنا هواي مشاريع من المناطق السكنية بدت تزرع وتشجر مناطقها بشتلات بسيطة وتأمن غطاء نباتي كلش صحي حتى تستمر الحياة. خليكم ويانا بهاي الرحلة، يلا نزرع. سولفنا عن المشروع هذا التشجير اللي قبال بيتك. بالنسبة لهذا التشجير ضروري، يعني كل بيت يراد فد أشجار، فد تنقية، فد منظر حلو، فد ديكور حلو، الكل بيت يعني. عندك هذا ذاك نارنج. نارنج. وذاك سندي. والله هي أول شيء مبادرة وطنية يعني. حلو من تزرع داير مداير بيتك ومنطقتك، يعني شيء جمالي وإلك ما راجع لحد. حتى يا مرات عوائل تفوت مننا أنا. تباوع إيش منظر يعني نفسيتي ترتاح. إحنا بلد زراعي كما يقول. فلازم يكون مفروض كل إنسان أو كل بيت يسوي في الزرع مثلا، يسوي في شتلات أو سنادين مثلا، ما عنده مكان يسوي مثلا سنادين يخليه على الشياج على هذه. طبعا هذه المبادرات تشجير النباتات الموجودة بالمناطق السكنية هو دليل على وعي وثقافة الناس. تلاحظ حتى هذه العلب اللي موجودة اللي الناس ممكن تذبها دي يستخدموها حتى يخلوها سنادين يزينون بها الشوارع. للعلم انه نعمة العراق هو أرض صالحة للزراعة. اليوم اذا انت ممكن عندك امكانية تزرع، وين راح تزرع؟ والله يعني عندنا حديقتنا مزروعة، باب بيتنا مزروع، عندي غرفتي بالبالكون بيها نباتات ظلية. أي واحد أول شيء يبدي بحديقة بيته من حياتين بيها، راح يشوف المنظر، راح يأخذ طاقة إيجابية، راح يتشجع أكثر إنه يزرع الورود والأشياء كلها يعني. اليوم إذا شفت مواقع التواصل الاجتماعي منشور أو صورة تدعم البيئة وتدعم الزراعة، راح تسويها شير لو كنا ما تقول هذا كلام فارغ ما منه فائدة؟ شيء أكيد أسوي له شير. أنا أول واحد أدعم الزراعة وأدعم اللي حافظ على البيئة. شلون شجعين صديقاتك على هذا الموضوع؟ من خلال أنشر ستوريات أو صور وما هي كمنظر أو كأني أحكي إنه جيت أعطيني طاقة وتشيو ما حيتشجعني أصلاً. ممكن نبدي بحملة صغيرة على الفيسبوك أو السوشيال ميديا اللي هي نقدر نزرع قدام البيت أو حديقة المنزل، دائماً كل بيت يحاول يسوي هالشيء. شنو فائدة هذه المبادرة؟ لها فوائد. أولاً تحد من ظاهرة التصحر. ثانيا تخفض من درجات الحراره اللي نعاني منها كل صيف تقريبا. ظاهره التصحر بدت يعني تنتشر بالعراق، يعني تحسين هذا الموضوع راح يحد من هاي الظاهره؟ اي ممكن، خصوصا من يشوفون التلوث شلون يسوي الزرع شلون يقلل من التلوث، فاحس انه اكو امل كبير بهالموضوع. طبعا رغم الامكانيات البسيطه بس انا اليوم جدا فرحان من اتجول بالمناطق السكنيه الموجوده واشوف هاي المبادرات موجوده بالحدائق والمناطق والمشاريع الشبابيه ضد التصحر الموجود بالعراق. ولهنا انتهت فقرتنا المليئة بالطاقة الإيجابية. نتمنى قدام كل بيت نشوف شجرة، قدام كل بيت نشوف شتلة. لهنا نقولكم باي باي.